دي ما كناش نقولها دي هنا. اوكي تعال نروح للسلايد دي. احنا كده في الثلاثة هابتس اللي فاتوا اتكلمنا على المسؤولية واتكلمنا على ازاي نحط اهداف، وبعدين اتكلمنا ازاي ان احنا نإليمينيت الدوشة اللي حوالينا دي اللي هي عملنا ازعاج، المربع الاول والمربع الرابع ومش عارف ايه بتاع، ونركز في المربع التاني عشان هو ده هيبقى الاهداف جواه، الاهداف بتاعتها تبقى جوه المربع التاني. وانا عايز بقى ايه ابدا انفذ الاهداف اللي موجوده جوه المربع التاني ده. طيب كل الثلاث هابتس اللي احنا حكيناهم دول ليهم علاقه بيك انت، انا اللي باخد المسؤوليه، انا اللي هقعد افكر في الاهداف والاوبجكتس بتاعتي واحطها، وانا اللي هقعد بقى ايه ما اعملش التاسك دي واعمل التاسك دي. الاربع هابتس اللي جايين هنتكلم عنهم ممكن الاسبوع الجاي ليهم علاقه بالناس اللي حواليا، كويس؟ فعشان نقدر يبقى عندنا هابتس نعرف نستخدمها او نمارسها مع الاخرين لازم نعرف القصه دي، اللي هي حاجه نظريه اسمها نظريه الرصيد المعنوي للثقه بين الافراد. الناس لو ما فيش ما بينكم ما بينهم بعض ثقه مش هنقدر نتحرك مع بعض، كل واحد يتحرك لوحده، صح؟ وبالتالي مش هنعرف نشتغل بقى على فكره الكوميونتي والسيركل اوف انفلونس بتاعت المجتمع والكلام، مفيش كلام، صح؟ واي تاسك انت بتحاول تعملها ليه علاقه بالاخرين هتبقى في منتهى الصعوبه. فالحقيقة لازم نشتغل جامد موت على الموضوع ده، على فكرة الرصيد المعنوي اللي بيننا وبين بعض. زي ايه مثلا؟ حاول تفهم اللي قدامك ليه عمل كده، صح؟ ازاي؟ حط نفسك مكانه، put yourself in their shoes يعني، صح؟ حط نفسك مكانه، التمس لاخيك 70 عذر، صح؟ او 70 عذر، مش كده؟ فدايما ما تفترضش ان اللي قدامك سيء النيه او وحش او غلس او رخم، لا لا، افترض ان هو في حاجه، في سبب ان ادى ان هو يعمل كده. فاكرين القصه بتاعت المترو اللي حكينا عليها، الراجل صح ده كان الناس كلها شافته ان هو وحش وما يصحش يعني اللي بيحصل ده، في الاخر كان في تعاطف عنيف. فيعني مش لازم يكون الكيس اكستريم كده، بس حاول دايما ما تخسرش الرصيد. هو الموضوع عامل زي ما يكون رصيد بنكي بيني وبين الناس، فانا عمال اعمل ايه؟ يعني بعمل ايداعات يوم بعمل سحب، كويس؟ حصل موقف من حد ضايقني، لو انا التمست ليه العذر فانا مش هسحب من رصيد عنده، من رصيد عنده حاجه، صح؟ هو في الغالب ما خدش باله، ممكن تعبان شويه، واتفر الحاجه اللي انت ايه هتطلعها له، الحجه اللي هتطلعها، صح؟ وهو في الاغلب هنشوف هنتعامل معاه ازاي بعدين. الحاجات البسيطه اللي في حياتنا مهمه موت موت، زي ما حكيت لكم القصه بتاعت الراجل اللي كان في الحرم ده، اللي هو ما يعرفش الست. انا متاكد الست دي فاكره الراجل ده لغايه دلوقتي، يعني الكلمه الصغيره اللي قالها دي تمام. زمان ما عششها في دماغها، واحده كانت بتعيط منهاره في العياط وفجاه بقت بتضحك ومبسوطه جدا. فالحاجات البسيطه دي مهمه جدا في حياتنا. داخل الصبح يعني انت ما نمتش، الناس في المكتب ايه ذنبهم؟ السلام عليكم، يعني ليه كده؟ يعني ليه المنظر ده؟ انا ايه السبب ان انا اشوف الخلقه دي على الصبح؟ صح؟ انما هتخسر ايه لو يعني فرضت كده شويه؟ يعني الابتسامه دي جميله، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني دايما كده في وشه الابتسامه، صح؟ وحتى الحديث يقول ايه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، صح؟ يعني مجرد بس لانك ده يعني هو ايه؟ هو البني ادم هو ماشي في الحياه وفي الشارع، هو مش شايف نفسه، صح؟ انما شايف اللي حواليه. فتخيل انت ماشي كده الناس كلها مبتسمه كده، ايه ده؟ طب ما كويس، هتحس ان الدنيا حلوه، فاهم قصدي؟ انما ماشي كلها ايه ده؟ في مشكله ما يعني. فالحاجات البسيطه كتير، يعني مثلا داخل البيت خدت باور بالحضن، بس بابا وحشني جدا وبتاع، ماشي كويس، انا دلوقتي مش عارف اخد باور بالحضن، مش موجود، فاهم قصدي؟ فالحاجات دي مهمه. اخواتك الصغيرين ايه المشكله انك داخل مثلا في جيبك ملبسه ولا تاخد واحد اداك، واحد عمل معاك الحركه دي اداك شوكولاته، طيب اديها لواحد تاني، يعني انت خدتها منه ومبسوط جدا وسعيد ان هو اداك شوكولاته، ماشي، وقابلت واحد تاني اتفضل يا عم. الحاجات دي مهمه للغايه، كويس؟ وبعدين بتنعكس عليك انت في الاخر، يعني انت لما بتبدا تعمل الاكشنز دي بتلاقي نفسك انت نفسك مبسوط، فاهم قصدي؟ طبعا الوفاء بالكلمه ده شيء مهم موت. ما ينفعش كل شويه ايه ان شاء الله بكره التسليم، ان شاء الله بكره التسليم، بكره يجي عشان باشمهندس والله ما لحقتش، بعد بكره بقى التسليمه اخر كلام، خلاص بقى انا هفقد الثقه فيك. يا ابني هتخلص الدكتوراه امتى؟ سنتين طح، ما خلصتهاش في سنتين، ثلاثه، طب اربعه، ما فيش فايده، صح؟ ال لما توعد لازم توفي، صح؟
لان الناس بيتسحب بقى الكلام ده من رصيدك انت ما اللي بتقوله ما بتعملوش خلاص انا هصدقك ليه؟ فانا هبدا اتعامل معاك من منطلق الشك. كل ما تقولي على حاجه ما بتعملهاش طب ما هشك في كل حاجه انت بتقولها صح؟ طبعا من ايات المنافق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. المشكله في الموضوع ده انك ايه لما بتوعد حد الناس بقى ايه بقى هسلم بكره بقى وبتاع خلاص يا دكتور احمد ما تقلقش تسليمه بكره للشباب وعدني وبتاع وبعدين انهيار بقى يحصل انهيار بعديها صح؟ ربنا يعين والله فبتنخفض بتنخفض الثقه صح؟ تمام ماشي. لازم تكون واضح. واضح يعني ايه؟ لازم تقول اللي قدامك مثلا يعني ايه اللي بتحبه وايه اللي ما بتحبوش. واحد غاوي يهزر بالايد ما بحبش يهزر بالايد صح؟ فبيضايقني كل مره فبدل ما انا سايبه وهو عمال يضايقني وانا اخسر من الرصيد بتاعه وعمال يخسر من الرصيد بتاعه. بص يا ابن الحلال ما تهزرش بالايد عشان ما بحبش اهزر بالايد. والله انا اسف جدا ما خدتش بالي انا خلاص هيبدا بقى ايه يراعي ده. او واحد غاوي مثلا ايه يغلس باسلوب معين يعني فمن فضلك البتاع ده بيضايقني الحركه دي بتضايقني ما تعملهاش. فانت بتساعده انه ما يخسركش صح؟ مش كده؟ فدايما وضح للي قدامك الحاجات البسيطه اللي ممكن تكون بتضايقك. وطبعا ممكن هو بقى يكون لخم قوي فيبدا يتك عليه ده الموضوع ده رخم جدا بس على الوقت هو اكيد ايه هياخد باله يعني. طبعا الاستواء السري والعلن ده شيء مهم جدا. ما ينفعش برضه تبقى انت ايه بتكلم الناس بوش وفي الحقيقه انت قصه ثانيه خالص صح؟ الناس يقول ده اسمها ايه اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجل صح؟ لو انت ايه بتقول كلام درر انما هدينا بلاوي في المكتب. يعني واحد مثلا زيك عمال يقول لك بقى مش عارف الافكتفنس وبتاع ومبهدلنا فوق في المكتب وعامل فيها بتاع فاهم قصدي؟ ما ينفعش لازم تبقى السر والعلن يستوي بالنسبه لك وبالتالي لازم ده هيبني ايه الثقه. اتعلم انك تعتذر. مفيش مشكله ابدا انك تقول انا اسف يعني غلط اسف ايه المشكله يعني مفيش حد كبير على الاسف صح؟ ف وبعدين للاسف السريع ده مهم زي ما كنا قلنا اول حاجه التمس لاخيك 70 عذرا. طب يا اخي لو مفيش عذر بقى هو عمال يلتمس لك ما تعتذر انت. يعني انا بقول لك معلش لا انا كنت قاصد بقى انا اسف ماشي ولا احسن صح؟ فاهم قصدي؟ يعني هو بوث ويز بقى مش انا اقعد التمس وهو مقضيها. لا لو انت غلطان اعتذر انا اسف والله ما كانش قصدي ما يعني وضح نيتك كانت ايه باي شكل يعني. الحقيقة العلاقات بين الأشخاص عبارة عن كوبري كده صح؟ الكوبري ده لو أنت بتعملوش صيانة كل شوية هيبدأ يحصل له ديتوريشن وينهار. لأن الناس زي ما كنت بقى حكينا من مدة كبيرة عبارة عن إيه جبال تلج. فاكرين كنا نقول جبال تلج صح؟ فجبال التلج دي بينها كباري موصل بينها كباري. كباري دي كباري ثقة أنا بثق فيك فإحنا إيه خلاص أتاتش وماشيين مع بعض في الدنيا. إنما مع الوقت بقى حصل موقف بدأ الكوبري بقى يتكسر في الثاني في الثالث في الرابع خلاص بقى الكوبري اتكسر وبقى اول ما الكوبري اتكسر جبال التلج دي تبدأ تبعد عن بعض صح؟ فأهم حاجة إنك تحاول تحافظ على البريدجز دي ما بين الإيه الناس وبعض. أكبر مشكلة بقى في الثقة اللي هو العصر الإلكتروني الواتساب مسجز اللي هي مفيش فيه أي رياكشنز. وبعدين أصلا الكلام اللي بيتكتب التكست اللي بيتكتب ممكن يحمل على معنيين. ممكن تبقى جملة خبرية أو استفهامية أبعت أو إبعت الاثنين بيتكتبوا بنفس الشكل صح؟ فمين اللي هيبعت فينا؟ فاهم قصدي؟ أبعت ولا إبعت؟ ما مش عارف. ففي مشكلة فظيعة في الكوميونيكيشنز بتاعة اليومين دول اللي هي اللي الناس بتستسهلها تكستنج. لازم تضيف لمستك أنت. الفويس ممكن يكون أظرف. الإيموشنز ممكن تكون كويسة اللي هي الانجوي اللي بتتبعد دي ليه؟ لانها برضو بتدي يعني سنه كده من الايه من الاحساس بتاعك. العلامات الاستفهام بقى وبتاع هو السؤال دي اخر علامه استفهام ما فيهاش سؤال اخر نقطه ما انا مش عارف ده سؤال فاهم قصدي؟ فالافضل والافضل هو الصوت يعني بدايه كده طيبه عامل ايه اخبارك تمام وبتاع وبعدين تقول اللي انت عايزه كويس. ودايما خلي الكوميونيكيشن بقى واضحه شويه يعني انت عايز ايه بالظبط عشان ما بقاش الاكسبكتيشنز بقى اللي احنا كنا بنحكي عليه صح؟ ما بقاش هو متوقع حاجه وانت بتعمل حاجه ثانيه. فالافضل والافضل والافضل انها تبقى فيس تو فيس كوميونيكيشن. يعني نقاش بقى وبتاع ونوصل للنتيجه ايه المطلوب اللي احنا نعمله تمام كويس؟ فدي اكبر مشكله الحقيقه اليومين دول. ناس كتير قوي اللي بيخسروا بعض بسبب التكستنج على الواتساب بالذات يعني حاجه مش مفهومه الصراحه. والسبب الاساسي هو يمكن رقم واحد
لا يلتمس لاخيه سببين عذر. يعني انا فاكر مش فاكر حكيت لكم القصه دي ولا لا، يعني واحد كده كان يعني زعل مني، فانا بحاول اشرح له موقفي اللي هو الاسف والوضوح، وبحاول اطبق اللي انا بقوله ده، انما هو شايفني اسود قوي، فاهمين قصدي؟ يعني هو بيظن ظن عنيف فيا ان انا وحش موت، لدرجه انه قلت له بص انا يعني انا لو حاولت ابقى شرير اللي انت بتحكيه ده مش هعرف كويس، فيعني حاولت ايه تلتمس لاخيك سعين عذر، انا يعني مش وحش قوي للدرجات، هو في مشكله حصلت وانا بقول لك هي ايه دلوقتي. فالحقيقه هو ده كان بسبب ان احنا قعدنا فتره كبيره ما بنكلمش بعض، الكباري اللي انا كنت بحكي لكم عليها دي. فعشان نرجع بقى نبنيها تاني ونرجع تاني علاقه بيننا، والحمد لله دلوقتي بقت كويسه وزي الفل، بس عشان نرجع نبنيها تاني موضوع صعب جدا، صح؟ وفي الايه اللي بتقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. انا افتكر واحد صاحبي كان معايا في المدرسه زمان كان بيكرهني حرفيا، يعني ما اعرفش ليه بصراحه، بس هو كان بيكرهني، يمكن انا كنت شرير وانا صغير ما اعرفش، بس انا كان وانا اعدادي مثلا تاني اعدادي هو كان حرفيا بيكرهني، لدرجه ان كان اصحابي يعني لينا صديق مشترك لو شافه واقف معايا يروح يشده عشان واقف معايا، هو ده السبب، هو انت بتشده ليه؟ عشان هو واقف مع 10 هو كده. وبعدين في يوم من الايام كده الدنيا لفت بينا واتقابلنا في الكليه، يعني المدرسه بقى خلاص بقى اعدادي وهو راح في حته ثانويه، وبعدين في الجامعه اتقابلنا تاني في الكليه برضه ستيل على موقف. انا الحقيقه ما كنتش عارف ايه السبب، يعني فعلا يعني ما كنتش فعلا لسه انا نضجت للمنظر ده، كنت لسه عيل يعني فاهم، فما فيش بقى النضج بقى وبتاع مع نفسه مش يعني مع نفسه. وبعدين في مره كده قريت حاجه فرحت رافع سماعه التليفون دون عن امه لا اله الا الله، وكان عندي مشكله كلمته فيها قلت له انا عايز استشيرك في مشكله عندي. هو بقى ما انا هو ما بيتكلمش، هو مش مصدق ان انا بتصل بيه، فاهم قصدي؟ وعمال احكي معاه في المشكله بتاعتي، قال لي طب انا هفكر وارد عليك وقفل. احنا دلوقتي ده صاحبي الانتيخ، حاجه مش بقى العلاقه بقت جميله موت. فالفكره بقى دلوقتي ان هو البريدجز يعني كل احنا حكيناه ده موجود في الستوريز اللي احنا حكيناها دلوقتي. العلاقات اللي بيني وبين الناس ما ينفعش تتساب لغايه ما الكوبري بقى يتكسر والناس تبعد عن بعض، صح؟ حكايه التمس لاخيك والتبين كل الكلام ده مهم وموت عشان توصل في الاخر انك عندك مجتمع قادر بقى يبقى افكتيف. لو الناس مش طايقه بعض هنتحرك مع بعض فين دايره التاثير وهتكبر ازاي؟ مفيش الكلام ده مش هيحصل، صح؟ طيب اللي احنا حكيناه النهارده حاجتين، الهابت الثالثه اللي بتتكلم على البرايورتي، وتاني بس باكد احنا قلنا اربع مربعات، انا بتكلم على واحد فيهم، انا عايز كل التاسكات تكون موجوده امبورتنت ونوت ارجنت، ونبدا بقى نشتغل عليها الاولويات، مين اولى قبل مين وبتاع، وتايم فريم وتايم بقى اللي هي الجولز بتاعتي تبقى موجوده في المربع الامبورتنت لكن مش ارجنت، وبعدين نرتبها ونحط لها بقى التايم بلان وبتاع وكلام من ده. وانا هنا قلنا دي كده كانت هي حلقه الربط بين الريسبونسابيلتي الاولى والثانيه اللي هي المسؤوليه وتحقيق الاهداف، صح؟ وبعدين قلنا طيب ان شاء الله دي مقدمه صغيره اللي هو الرصيد المعنوي بين الناس وبعض لازم تشتغل عليه طول حياتك، طول ما انت ماشي كده في الدنيا اشتغل على انك تحسن علاقاتك بالاخرين، لان دي هتفيدنا في الاربعه هابتس اللي جايين، ازاي بقى نبدا نتعامل مع الناس ونشتغل على الهابتس المتعلقه بالاخرين، تمام؟ بس كده، نشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم.